الموديل اللي عليا، بصوا عايزه اقول لكم انا حبيت البس فيه غامق ما شاء الله، حلو قوي ليه كده الثلاث بلابل دول، والشغل بقى جاي من هنا من اول الكم كده، بصوا بجد تحفه. انا بحب الحاجات اللي فيها ورود شويه في اللبس، بتبقى شيك وساده خالص من تحت هنا، قصري بقى براحتك خالص. برضو دي فيها خياطه من على الصدر هنا، ده مقاس لارج، انا معايا منها كحلي، اسمها ايه؟ اسمه شروق. شروق. بصوا التلات بلابل بتوعها حلوين قوي، فتحه الحوض بتاعتها معقوله. دي 2 اكس اللي مع بسام دي، بصوا الله، ودي شكلها 3 اكس برضه من لارج لحد 3 اكس. دي 3 اكس اللي مع احمد، بصوا ال 3 اكس عامله ازاي، حلو قوي ما شاء الله. 70 سنتي من البط للبوت، متر الا ربع. ايوه انا بحب الدقه دي. خليني اقلب لكم القطعه على الظهر نشوفها، مش هقلب لكم حته، نقلب القطعه كلها ونشوف الشغل عشان تعرفوا احنا بنتكلم على ايه. لما بنقول سعر على حاجه ولما بنقول 6 قطع، تعرفوا ان احنا دايما بنتكلم على حاجه بصراحه مميزه. بسم الله ما شاء الله، بصوا الشغل، بص الصدر لغايه الاخر والفينش وكل تفاصيلنا، قطعه محترمه ما شاء الله بجد تحفه. والفينش من اول العبايه لاخرها هنا اهو، خياطه واوفر يا جماعه بجد والله. انت بتاخدي قطعه لو انت هتهدي بيها حد، انت عارفه انت عامله ايه، ما شاء الله يعني قطعه محترمه مميزه. الشغل السوقي بره بيبقى اوفر بس، وده بيفرق في سعره وبيفرق في الخامه كمان، لكن احنا هنا بنديكي بسعر اقل من بره وباعلى جوده. يعني عايزه اقول لكم التشكيل كله كامل، الموديلات كتير، كل الالوان موجوده من كل الموديلات، المقاسات زي ما احنا شايفين. هتفرشي محل عندك او بتبيعي اونلاين، عندك اختيارات كتير. وعايزه اقول لكم بجد بجد يعني الاسعار حلوه قوي، طبعا من عند الملواني الحاجات دي كلها بره باسعار ثانيه خالص. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. احنا النهارده موجودين عند الملواني، الشارع السياحي كرداسه. عايزه اقول لكم عايزه تجيبي عبايه لازم تيجي هنا، اصل العبايه المصريه يا جماعه في كرداسه، كرداسه كلها عبايات. الناس اللي بتسال بيجامات ترنجات، كرداسه كلها عبايات، بس اصل العبايه اي تشكيل والوان وخامات، وبجد شغل رائع النهارده من عند البلواني. طبعا يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصلوا كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. منورين يا شباب، وكل سيزون وانتم طيبين. احنا النهارده ما شاء الله جايبين بقى تشكيل صيفي ما شاء الله كبير، النهارده كل الفيديو تشكيل صيفي. احنا نبهنا من الفيديو اللي فات قلنا علشان الشتوي ممكن ما يبقاش في مجال للفيديو ده، بس ما شاء الله الشتوي خلاص الكميات كلها خرجت، فاضل حاجات بسيطه جدا دي للزبون بقى اللي هيجي، لان مش متاح الوان ولا مقاسات، فاللي موجود للزبون اللي هيجي يشوف الحته وهياخدها. تمام، هنبدا بايه؟ نقول للناس احنا فين؟ احنا في كرداسه الشارع السياحي محافظه الجيزه، محل الملواني. النهارده احنا معانا 20 موديل صيفي، واحنا برده لسه في بدايه السيزون، احنا لسه ما عملناش شغل يعني. ما شاء الله الحمد لله. اكبر الحمد لله. نبتدي معانا باول موديل. تمام. الروانزا. الشحن متاح يا جماعه طول ما الفيديو شغال، انا بسيب الارقام اسفل الشاشه، ما تروحيش على لمحه تجيبي رقمي، لان كل فيديو بنزله عليه الرقم الخاص بالمكان الخاص بيه. تمام، وانت بتتفرجي دلوقتي اسفل الشاشه الرقم موجود، اعملي سكرين شوت حتى عشان الرقم، لو انت حافظه اسماء الموديلات يبقى عشان الرقم. اتفضل. دي روانزا. دي روانزا. بص بقى روانزا طبعا ما شاء الله يعني مسيطره صيفي شتوي، هي مسيطره من الموديلات اللي ثابته وجودها على طول وعليها اقبال. حلوه بصراحه يا جماعه. بصي اي طرحه هتحطيها عليها فيها الوان والوان، وبرده ليها فتحه من تحت. خدوا بالكم يا جماعه احنا الفتحه هنا الفتحه مش كبيره، الفتحه حلوه معقوله، مش فتحه يعني عشان الناس المحجبين اللي هيخرجوا بيها، فانت مش محتاجه ان انت تقعدي تقفلي وبنطلون والحاجات دي. انا عايزاها لا، فهي ما شاء الله. طبعا خلينا نتكلم على الخامه، الخامه قطن بيور، ولا بتوبر ولا بتكش ولا بتبهت، وزي ما احنا شايفين ظهر الشغل بتاعنا بسم الله ما شاء الله الله اكبر، المصنع مصنعنا والشغل والفينش كله تبعنا. بصوا بقى خياطه اهو والاوفر كمان، الشغل بتاعنا شغل كانك انت عاملاها بايدك، واخده حته لنفسك عاملاها صح ما فيهاش اي غلطه ما شاء الله. طيب الوانها ايه تاني؟ احنا قلنا الاسود والكشمير والنبيتي والمستردة. بصوا بقى الالوان عليها عامله ازاي، والوان قمر. عايزه اقول لكم المستردة اللي نازل السيزون ده مستردة فاتح مش الغامق، المستردة بتاعته حلوه قوي ما بين الاصفر والمستردة، فمنور وفي نفس الوقت بالشياكه ما شاء الله، كحلي والمنت ما شاء الله. دي بتلبس معانا لحد 100 كيلو. ايوه صح كده، هتلبس اكتر من 100. مش هتلبس اكتر من 100 يا جماعه، طبعا كل ما الوزن قل كل ما هتبقى اظبط عليكي في اللبس. بصي المنت بتاعتها، عرايسنا الحلوين الالوان الفواتح دي قمر عليكم، سواء كشمير سواء منت سواء الموف، والنبيتي كمان تحفه في اللبس برده اهو، الموف جات لنا هنا بصوا طبعا، والاكوا يعني بحبه جدا هنا. بص الدرجه مع الوان التطريز، وبصوا الموف كمان بجد شغل حكايه. النهارده عندنا تشكيل كبير من الموديلات برده اللي هي باستك دي، عشان البنات اللي هم مش بيليق عليهم غير الموديلات اللي باستك، عندنا تشكيل كبير فيها. وعندنا برده الموديلات اللي هي الياباني اللي هي ليها شداد من الجنب دي، برده بتلبس اوزان صغيره واوزان كبيره.
دي بتلبس تقريبا ممكن تلبس 50 كيلو كمان صح؟ اه زي ما انت عايزه. حلوه قوي دي، حلوه. اه البلاستيك ده بيتجسم على الجسم ما شاء الله، بيحدد الجسم ويعمل مقاس عليه. جميله ما شاء الله. تمام. طيب دي معانا 170 دي معانا 170 جنيه. شكلي 6 قطع زي ما انت عايز، مش 6 قطع من دي، تشكل 6 قطع اللي عايزاهم بالظبط. معانا الروانزا ب 170 جنيه اول موديل ده كده معانا ب 170. ورقم طول ما الفيديو شغال اسفل الشاشه، التواصل مع الملواني على طول. عندنا شحن للقاهره الكبرى والمحافظات، والشحن بيبدا معانا من اول 6 قطع. سعيد. بص بقى الشياكه، شايفين العظمه؟ بجد تحفه ما شاء الله. الالوان بتاعت التطريز على الزيتي عامله ازاي، والمنت هنا لونه رقيق قوي للناس اللي عايزين الوان هاديه، هو لونه هادي وحاطين الوان تطريز تمشي معي، فدلع الدنيا براحتك بقى بالطرح اللي عليه. بجد قمر حلو قوي ما شاء الله. الكشمير، بصوا هنا الكشمير، بصوا موديل سعاد ده انا بحبه قوي بصراحه. بصوا الشياكه اللي فيه، تحس ان هو تطريز مترتب مش عشوائي، فبجد تحفه. برده الموديل بفتحه، وظهر التطريز بتاعنا اهو زي ما احنا شايفين. تمام. وبرده خياطه واوفر يا جماعه ما شاء الله، برده بتلبس معانا لحد 100 كيلو. كل قطعه مكتوب عليها الملواني، ما تاخديش قطعه مش مكتوب عليها الملواني، يعني الاتيكات بتاعها اهو. تمام. التيكيت بتاعها اهو، هتاخديها عايزه اقول لكم هتعيش معاكي ما شاء الله كتير، لان هي خامتها غسيل ولبس، ولا هتوبر معاكي ولا بتكش ولا بتبهت. بصوا بقى المستردة، المستردة معانا مع الاخضر مع الاوف وايت مع الزهري، بجد تحفه حلو قوي. والموف كمان طبعا، الموف لا يعلى عليه ما شاء الله. بصوا العظمه، بجد تحفه ما شاء الله. كل موديل عندنا فيه 10 الوان تقريبا، وكل الالوان من اللي احنا بنحبها، ما فيهوش لون اقدر اقول لكم عليه نص نص. بصوا بقى يا لهوي على القمر، بصوا بذمتكم والله قمر تحفه يا جماعه. الارقام موجوده والفيديو شغال اسفل الشاشه للتواصل مع الملواني، عشان اللي عايز يجيب الحلويات بتاعتنا دي. بجد تحفه، وخامتنا جامده جدا جدا جدا. واللي طلب يقول رايه في التعليقات، وكل مره بقول لكم كده عشان بيبقوا في ناس عايزين يطلبوا، فلما بيدخلوا على التعليقات ويشوفوا ارائكم بيتشجعوا ان هم يطلبوا. ودي اقل حاجه نعملها للملواني بصراحه، بالعروض اللي بيعملها لنا وبالخامه العاليه اللي بيجيبها لنا بالسعر ده. بصوا النبيتي بتاعها بجد حلو قوي. دي معانا بكام؟ دي معانا ب 200. 200 تمام ما شاء الله. طيب دي ايه بقى؟ ريتيل. دي جديدة؟ ريتيل؟ لا كانت معانا الاسم بس. الموديل بصوا الموديل عامل ازاي؟ حلو قوي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا يا جماعة، بصوا ظهر الشغل بجد تحفة، حلوة الحتة دي. وبصوا المنت بتاعها كمان رقيق ازاي، شيك قوي ما شاء الله، جميلة. معانا الزيتي برضو منها مع الألوان بتاعته، حلوة قوي. بصوا كمان المستردة بتاعها منور ازاي، ومنور بشياكه، مش منور يوجع العين، لا منور بشياكه، حلو قوي ما شاء الله. معانا الكشمير، بصوا الكشمير بتاعها جميل، الله والكحلي. بصي ما شاء الله تحفه. السلام عليكم. وعليكم السلام. معانا الموف، والموف كمان بسم الله ما شاء الله. تمام بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعه الموديلات دي من غير خياطه، هنا على الكم مفتوحة من هنا، والكم نازل على الوسع بتاعه زي ما هو كده. الموديل مختلف، موديل جميل، وانت بتلبسيه بيبقى عامل زي الدريس بالظبط. بصوا بقى اللون الاقوى منها، الله حلو، الوان التطريز قوي قوي معايا. بصوا الشياكة ما شاء الله تحفة. تمام. طبعا خامتنا قطن بيور، ولا بتوبر ولا بتكش ولا بتبهت، ومعالجة ضد الانكماش يا جماعة، مش بتكش ابدا. عايز اقول لكم تحفة ما شاء الله. ظهر التطريز برده اهو. بصوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي بكام؟ دي ب 170. 170 تمام. معانا ب 170 تمام ما شاء الله، يعني موديل جديد معانا و 170. الغزالة بقى، بصوا الغزالة يا جماعة عملنا فيها ما شاء الله، هنا كده وردات عايزة أقول لكم تحفة، وهنا كده الغزالة قاعدة أهي تحت. بجد الموديل ده تحفة ما شاء الله، ألوانه مش كتير برضه، شيك قوي كده. بصوا التفاصيل بتاعته رائعة ما شاء الله. بصوا ظهر التطريز برضه، قطعة محترمة، تطريزها محترم، خامتها عالية، الفينش ممتاز، طبعا لازم تكون من عند الملواني. بصوا بقى الكشمير، كشمير مش كابتشينو ها؟ الكشمير والموف بقى فيها ما شاء الله حلو قوي. الموديل ده بيلبس معانا لحد 100 كيلو، تمام. ألوان إيه تاني؟ نبيتي. الله بصوا المينت بتاعها حلو برضو، ونبيتي ما شاء الله منور، تحفة يا جماعة بجد ما شاء الله. طبعا كل قطعة وليها لون التطريز اللي بيليق معاها، يعني المنت هنا التطريز بتاعه على كحلي، والنبيتي على بيج. بصوا هنا الله الله الله، بصوا دي تحفه، هات دي تحفه دي. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه بجد عظمه تحفه، شيك قوي قوي قوي. طبعا عبايات كرداسه غنيه عن التعريف،
ولما نقول كرداسة يعني الملواني على طول عشان الخامات بتاعته وعشان الفينش وعشان التطريز والخامة العالية اللي انا بقول لكم عليها دي، بجد حاجة محترمة جدا. واسعار عايز اقول لكم بجد المكان هنا رائع يا جماعة. كل ما تيجي هتلاقي اشكال جديدة الوان جديدة، واحنا جاهزين لتجار الجملة اللي عايز يفرش المحل اللي محتاج بضاعة يفرش بيها سنتر كامل، احنا جاهزين نغطي اي كمية. ما شاء الله عندنا البضاعة كميات كلها موجودة، ومن كل موديل تقريبا 10 الوان ما شاء الله، وتشكيل كبير يعني احنا بنتكلم في 20 موديل في اول السيزون. ايوه تمام. بكام بقى الموديل ده؟ ده ب 200. ب 200 بيلبس معانا لحد من اول 50 لحد 100 كيلو. ده اول موديل من غير استك، ليه خياطه من هنا. خلينا متفقين ان اي موديل ليه خياطه من هنا من على الصدر بيديكي نمره اوسع شويه يا احمد، صح؟ أيوة. هي بقى من هنا استك، والشغل من هنا جاي دوب من على طرف الكم كده، وباقي الكم ساده وشغلها جاي من هنا. وبعد كده هتحسي نظام ادوار عامله زي الدرس بالظبط ما شاء الله. فتحه الرقبه بتاعتها معقوله جدا مش واسعه، يعني لو هتلم عليها شعرك او هتحطي طرحه كده مش محتاجه تلبسي كذا حاجه تحت ما شاء الله. طيب انا معايا منها الموف، معانا النبيتي اسمها ايه؟ والكشمير اشجان. اشجان تمام. النبيتي والكشمير، بصوا اللون باين ازاي في الفاتح، بجد تحفه عظمه يا جماعه. تحسيها دريس عرايسنا الحلوين، خديها بجد لان هي موديل مميز قوي ما شاء الله. اه موديل مميز قوي بكل تفاصيله، والفينش عايزه اقول لكم بجد رائع. طبعا خاماتنا زي ما احنا متعودين من عند الملوان. بصوا بقى الكحلي والزهري ما شاء الله تحفه حلو قوي. بصوا الزهري والالوان بتاعته جميلة جميلة جميلة. بصوا الألوان ناطقة ازاي عليه قمر ما شاء الله. وبصوا الأسود كمان ألوان التطريز حلوة ازاي عليه، حلوة قوي. كحلي الكحلي يا جماعة معلش الألوان غامقة والله، الكحلي أو الأسود ما شاء الله بيبقوا دارك قوي. بصوا الأستك هنا بجد تحفة ما شاء الله. طيب هي زيب مقاساتها ايه يا جماعة؟ من لارج لحد 3 اكس. من لارج مش ميديوم؟ لا. طب لارج يلبس كام؟ الساعة 80 يلبس 80. اللي في ايدينا دي لارج يا جماعة تمام؟ متشكره قوي بسام، انا لابسه لارج يا جماعه. من هتلاقي الموديل برده اللي هو اللي بخياطه دوت كده يلبس حد في جسمه، عشان الناس اللي بتسال انت لابسه مقاس كام، اي موديل خياطه من على الصدر كده ممكن تلبسي منه لارج. بصوا كده ما شاء الله الاسود بتاعها حلو جدا ما شاء الله. الله بصوا الاكوا، بصوا كده دي حلوه قوي ما شاء الله. بجد الموديل ده تحفه والوانه جامده جدا جدا ما شاء الله. بصوا المنت بقى اخر لون فيها بقى، صح؟ حلوه. بصوا المقاس ده مقاس ايه؟ ده لارج ما شاء الله، مقاسه كبير حلو قوي بسم الله ما شاء الله. تمام. بكام بقى الموديل ده؟ 180. 180 يعني احنا عندنا 170 180 وقلنا على حاجه 200. ايوه. طيب ده مكه. مكه ده على اسم بقى ايه؟ بنت محمد صلاح، عشان جاب ضربه الجزاء الاخيره، عشان هو اللي جاب ضربه الجزاء الاخيره. بصوا يا جماعه الموديل ده ليه شداد من الجنب، ده اول مقاس. ده اول مقاس طبعا، انت بتشدي من هنا ومن هنا، فده بيبقى مناسب جدا بقى للبنات اللي هم الصغندرين بتوعنا الحلوين دول اللي ما بيلاقوش حاجه على مقاسهم، ده كده يجي مناسب جدا معاهم لان هو بيبدا من لارج، يعني هيبدا من 50 كمان. اطلعي بقى بالمقاسات زي ما انت عايزه لغايه 3 اكس معاكي، يعني المفروض هيلبس 140 لو مش هتستعملي الشداد، هيلبس 130 لو هتستعملي الشداد، وكل ما يقل طبعا الوزن كل ما يبقى افضل. كل دي الالوان بتاعته زي ما احنا شايفين، وكل لون ليه الوان التطريز اللي بتليق عليه. بصوا نبيتي جنب المستردة الالوان بتاعته مختلفه ازاي بتاعه التطريز ما شاء الله حلو قوي. وريني بس هنا، بصوا شغل التطريز هنا على الكم مختلف، جاي من فوق هنا بصوا داير داير كده بتطريز، وبعد كده في شغل عشوائي هنا، وبعد كده تاني هنا جاي داير داير، والعبايه كمها استك زي ما احنا شايفين كده. بصوا القطعه بقى على بعضها عامله ازاي، شايفين القمر بجد تحفه. تمام. معانا الوان ايه تاني فيها؟ الزيتي والزيتي والكحلي. بصوا ما شاء الله دي معانا لغايه 3 اكس ولا 2 اكس؟ 3 اكس ما شاء الله حلو قوي. طبعا يا جماعه كل الحاجات دي طويله، انا عايزه اقول لكم والله بسوس عليها وانا ماشيه من طولها طويله حلوه، يعني لو حد اطول مني يجي. هتلبس 130 يا جماعه. الالوان بتاعتنا ولا بتوبر ولا بتكش ولا بتبهت. تمام. اخر لونين فيها الاكوا والاسود. الاكوا والاسود. بصوا الاسود فيها تحسوه خروج بجد حلو قوي ما شاء الله، عظمه حلو قوي الاسود فيها، والاقوى فيها ما شاء الله منور. عرايسنا بقى ست بيت، بصوا لو بتجهزي بنتك هتجيبي الحاجات دي وتشيليها، لان هي فعلا خاماتها حلوه قوي ما شاء الله، وتعيش معاكي غسيل ولبس. دي سعرها 170، شكلي ست قطع زي ما انت عايزه، تشكليهم من اي موديل يعجبك او اي سعر يعجبك زي ما انت عايزه. تمام. مش موديل واحد، والموديل بتاعها حلو قوي وسعرها حلو قوي، يعني لو اخدتي من اللي هي الاستك الروانزا او اي شكل فيها او الموديل دوت وشكلتي من الحاجات التانيه عندك تشكيله ست قطع بقى، شكليهم من اي حاجه موجوده معانا. والاسعار اللي احنا بنقولها في الفيديو ده موديل الفراشه، ده فراشه الله. بصوا عشان اعمل من هنا كده زي الفراشه، بصوا
الوان بقى وشياكه بجد تحفه. القطعه دي حلوه قوي. دي فري سايز؟ فري سايز اه. وتلتين كم؟ الكم بتاعها بيجي لحد هنا بالظبط. اه وروني، خليني اقول كده. اه يعني هينقص بتاع حوالي لحد هنا كده يعني. اه بصوا اهي كده تمام. عايزه اقول لكم بجد ما شاء الله حلوه برضو. دي شداد، دي فري سايز، بتتضايق من الجنبين، وهي احلى حاجه المقاسات الصغيره عشان لحد 120. تمام. طبعا الجسم لما بيقل الطول بتاع الكم هيطول معانا صح؟ اه الطول هيطول. تمام. وهي اجمل حاجه فيها ان هي يبقى مقاس صغير اللي يلبسها عشان خاطر عامله زي الدرس. اه شكلها يبان حلوه. انما هي بتلبس برضو لحد 120 كيلو مفيش مشكله. تمام تمام والله يتلبس لحد 130 كمان، بس هنقعد نفاصل مع بعض كده كتير في الاوزان. بصوا يا جماعه ظهر الشغل ما شاء الله حلو قوي برضو، زي ما انا دايما بقول لكم هنا عند الملواني خياطه واوفر علشان نبقى مأكدين على كل قطعه. انا بشوف الشغل اللي بيجي في ايدي عشوائي وبنقلب الشغل مع بعض، وزي ما احنا شايفين كل تفاصيلنا ما شاء الله عظمه. بصوا المقاس بتاعها بجد حلو قوي، هديه جميله بتجهزي بنتك جميله. هتجيبي حاجات وتشيليها في دولاب بنتك لاي ضيف يقولها، حتى لو هي مش بتلبس عبايات هتبقى مناسبه جدا جدا، هتلبس اي مقاس معاها ما شاء الله. تمام. يبقى احنا كده ما شاء الله ده فيه الوان كتير. ده لسه 10 الوان ما شاء الله. بصوا بقى الموف والاسود تمام حلو قوي. والله بصوا الالوان بتاعته حلوه قوي قوي قوي. اللون ده يا جماعه بجد عالمي ما شاء الله. بصوا الزهري بقى، الزهري ما بيختلفش عليه اتنين، برده من الالوان المميزه قوي اللي قريبه للقلب ما شاء الله. طب الموديل ده معانا قلنا فري سايز، وقلنا خامات بتاعته ولا بتوبر ولا بتكش ولا بتبهت، سعره ايه بقى؟ دي 170 جنيه برده. دي 170 ما شاء الله، حلوه قوي، حلوه حلوه بصراحه ما شاء الله. تمام. الكشمير ازاي صحيح موديل زي ده يعدي عليه كشمير؟ يعني بصوا لازم يجي فيه كشمير لان هو موديل مميز وتحسيه زي الدرس. فبجد لو عروسه بقى وعجبك الكشمير بجد هيبقى قمر عليكي، حلو قوي بس ما شاء الله. قلنا عليه 170 وهو فري سايز، بيلبس اي جسم لغايه 120. تمام. ده بقى الموديل اللي عليا. بصوا عايزه اقول لكم انا حبيت البس فيه غامق ما شاء الله حلو قوي، ليه كده الثلاث بلابل دول، والشغل بقى جاي من هنا من اول الكم كده. بصوا بجد تحفه، انا بحب الحاجات اللي فيها ورود شويه في اللبس، بتبقى شيك وساده خالص من تحت هنا. قصري بقى براحتك خالص. برده دي فيها خياطه من على الصدر هنا، ده مقاس لارج. انا معايا منها الكحلي اسمها ايه؟ اسمه شروق. شروق. بصوا الثلاث بلابل بتوعها حلوين قوي، فتحه الحوض بتاعتها معقوله. دي 2 اكس اللي مع بستان دي. بصوا الله، ودي شكلها 3 اكس برده من لارج لحد 3 اكس. دي 3 اكس اللي مع احمد. بصوا ال 3 اكس عامله ازاي، حلو قوي ما شاء الله. 70 سنتي من البطل للبوت، متر الا ربع. ايوه انا بحب الدقه دي عشان الناس بيقولوا قيسي يا شيماء بيبقى صعب امسك كل قطعه. لا حلو قوي كده. تمام. بتلبس على فكره يا جماعه 130 140 ما شاء الله. طيب بصوا الزهري والموف حلوين جدا 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 فيها ما شاء الله. الله بقى على الكشمير وهي فيها ورود، هتحسي ان انت في حاجه مميزه لابساها. بصوا الكم بتاعها يا جماعه، الكم بتاعها استك. بصوا التفاصيل، التطريز بتاعها خفيف على الصدر مش تقيل. بصوا كمان الله، بصوا المنت الالوان بتاعته عليه حلوه ازاي، تحفه. بكام القطعه دي؟ دي ب 170. 170 ما شاء الله حلوه قوي، خامتها اوبن بيور ولا بتوبر ولا بتكش ولا بتبهت. وطول ما انت الفيديو شغال طول ما انت شايفه الموديلات قدامك، الارقام موجوده تحت على الشاشه، تعملي سكرين شوت الارقام هتيجي معاكي، تتصلي على اي رقم فيهم او تبعتي على اي رقم. احنا مش اجازه خالص طول ايام الاسبوع شغالين. مواعيدنا من كام لكام؟ قلنا من 9 صباحا. من 9 صباحا لحد الساعه 8 بالليل. تمام. طيب بصوا بقى المستردف في الموديل ده، اه ده فري سايز، يعني ده كده مقاس واحد، شدي يعني ضيقي واعملي في اللي انت عايزاه. بصوا نظام ادوار كده ما شاء الله تحفه. ده ريتاج. اه ده ريتاج ما شاء الله. بصوا بصوا ده التطريز، والله يا جماعه الشغل ما شاء الله عند الملواني، مش محتاج ان انا اقلبه. ده الظهر بتاعها. الله حلو قوي، مش محتاج ان انا اقلب الشغل ولا اوريكم تفاصيل، بس انا عشان الناس الجديده اللي بيدخلوا يبقوا عارفين شغلنا وعارفين تفاصيلنا ايه. عايزه يعني بتكسف كده وانا بقلب الشغل عندهم، بجد القطعه حلوه حلوه قوي. يعني انت تاخدي الشغل ما تكسفش، اقلبه عادي صح؟ بصوا ما شاء الله بجد تحفه، الله اكبر. يعني انت بتقلبي اي قطعه بتيجي في ايدينا والله بنقلبها، وبرده اهو مفيش خياطه مفوته، مفيش اي حاجه. ما شاء الله بجد حلوه قوي. بصوا بقى ظهر العبايه، عشان زي ما احمد قال ده كده الظهر بتاعها، قطعه مميزه ما شاء الله حلوه جدا. معانا منها كمان الزهري، التطريز اللي على الصدر عالمي، جديده تحفه، عجباني بصراحه ما شاء الله. تمام. معانا النبيتي، والنبيتي كمان ما شاء الله. الله بصوا المانت برده حلوه قوي. دي سعرها ايه؟ افاجئك.
170 بره. 170 والله ما شاء الله، دي تلبس 130 يا جماعه والله. وما تقوليش 120، تلبس 130 على فكره. حلوه حلوه قوي. وفي كمان منها الاكوا ما شاء الله بجد يا جماعه والله، الموديلات تحفه عالميه. احنا دايما باكد لكم المقاسات، الوزن اللي احنا بنقوله في الفيديو مظبوط، مش هنقول لكم 2 اكس ويلبس 100 كيلو، لا، ال 2 اكس عندنا بيلبس 120 130، 3 اكس بيلبس 140 130 140، مقاساتنا مظبوطه جدا جدا. حلوة قوي قوي الموديل ده، عجبني يا جماعه والله حلو ما شاء الله. تمام، الموف والزيتي فيهم حلوين جدا. اخر لون بقى لون الكشمير، لا خلاف عليه، العرايسنا الحلوين تجار الجمله يا جماعه. يعني عايزه اقول لكم التشكيل كله كامل، الموديلات كتير، كل الالوان موجوده من كل الموديلات، المقاسات زي ما احنا شايفين. هتفرشي محل عندك او بتبيعي اونلاين، عندك اختيارات كتير، ادخلي على التليجرام هتلاقي كل الشغل ده متصور، اعرضي شغلك. وعايزه اقول لكم بجد بجد يعني الاسعار حلوه قوي، طبعا من عند الملواني الحاجات دي كلها بره باسعار تانية خالص. حنين دي اسمها حنين، الله ايه ده؟ ده لسه جديد، دي تحفه. ايوه حلوه قوي بس ما شاء الله. طب ورينا ورينا لون تاني يلا. الموديل جديد، انا عايزه اقول لكم تحفه، الزهري فيه طبعا رائع. بصوا الزيتي كمان طبعا كل لون وليه الوان التطريز بتاعته اللي بتليق عليه ما شاء الله. دي يا جماعه الكم بتاعها نازل على راحته من غير استك خالص، التطريز بس على طرف الكم كده اهو، بصوا كده دايرين داير على الكم ما شاء الله، حلوه قوي ما شاء الله. برضو هي التطريز بتاعها خفيف، يعني لو حبيتي تتنيها مش هيضايق على المكنه خالص. عايزه اقول لكم حلوه برضو، خامتنا قطن بيور، ولا بتوبر ولا بتكش ولا بتبهت. مقاساتنا فيها ايه؟ من لارج لحد 3 اكس. من لارج لحد 3 اكس تمام. طيب معنا منها الكشمير والكحلي زي ما احنا شايفين، الوان التطريز مختلفه طبعا بين دي ودي. بصوا كمان الاقوى والموف، هنا الموف تحسوه مختلف لان الوان التطريز عليه مختلفه عن اي موديل تاني على فكره. بصوا ولا داخل فيه فوشيا ولا داخل فيه الوان جنزاري او كده، لا، فتحسوا ان اللون هنا مختلف ما شاء الله. طيب بصوا معانا كمان هنا الاكوا قمر، الموديل تحفه وعلى اللون ده كمان حلو قوي. الارقام طول ما الفيديو شغال اسفل الشاشه طبعا للتواصل مع الملواني، التواصل واتس يا جماعه، الفيس ده قلنا عليه للدعايه بس مش كده؟ اللي عايز يطلب اوردر، اللي عايز يطلب اوردر على الواتس، على الواتس على طول. الفيس للدعايه، اتفرجي على الفيديو وخدي الرقم من على الشاشه وادخلي على الواتساب اتواصلي معاهم على طول. تمام، بصوا الاصفر والاسود ما شاء الله تحفه، حلو قوي بس ما شاء الله. قلنا فيها مقاساتها من لارج لغايه 3 اكس، لارج لحد 3 اكس، ل 3 اكس. اخر لون معانا اتفضل. دي سعرها 170 جنيه، 170 اول 6 قطع مشكلين. احنا ما بنجبرش حد احنا في الجمله، في كل فيديوهاتنا احنا ما بنجبرش حد في الجمله ان 6 قطع من الموديل ده، احنا بنقول 6 قطع مشكلين. بتتباع بالقطعه وليكن ب 250 جنيه، يعني فرق عن الثمن اللي انا بديه 80 جنيه في القطعه. انا عامل 6 قطع عشان الناس مش اقدر اسمع يا جماعه، معلش ولا الفينش ولا التطريز، معلش بقى خلينا اقلب لكم القطعه على الظهر نشوفها، مش هقلب لكم حته نقلب القطعه كلها ونشوف الشغل عشان تعرفوا احنا بنتكلم على ايه. لما بنقول سعر على حاجه ولما بنقول 6 قطع تعرفوا ان احنا دايما بنتكلم على حاجه بصراحه مميزه. بسم الله ما شاء الله، بصوا الشغل، بص الصدر لغايه الاخر والفينش وكل تفاصيلنا، قطعه محترمه ما شاء الله بجد تحفه. والفينش من اول العبايه لاخرها هنا اهو، خياطه واوفر يا جماعه بجد والله. انت بتاخدي قطعه لو انت هتهدي بيها حد، انت عارفه انت عامله ايه ما شاء الله، يعني قطعه محترمه مميزه. الشغل السوقي بره بيبقى اوفر بس، وده بيفرق في سعره وبيفرق في الخامه كمان، لكن احنا هنا بنديكي بسعر اقل من بره وباعلى جوده. طيب نشوف بقى دي كمان، فاكرها؟ اكيد انا واخده منها اصلا. بص دي حلوه قوي 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 ما شاء الله، بص الفورم بتاعها ما شاء الله تحفه، جميله جميله. العصفورتين اللي احنا دايما بنتكلم عليهم بصوا مش سايبينهم في حالهم، العصافير دي تحفه ما شاء الله، جميله قوي وليها شدات طبعا من تحت الصدر هنا، بصوا تبقى عامله معاكي زي الدرس. لا موديلاتنا النهارده عظمه الحمد لله، عندنا حاجات للعرايس، للحاجات للناس الاوزي القليلين، وعندنا حاجات بقى حلوه كده لينا برده مقاسات ليدي ما شاء الله. بصوا الكحلي بتاعها درس والله يا جماعه، لو عروسه وعايزه قاعده في بيت عيله الحاجات دي هتبقي مدلعه جدا وانت قاعده في وسطيهم بشياكه وفي نفس الوقت باحترام، مفيش حاجه ملفته فيكي، فبجد تحفه حلوه قوي ما شاء الله. والمستردة والنبيتي بصوا الشياكة بجد تحفة. طيب خلينا نشوف ظهر الشغل هنا في المسكردة، بصوا الشغل، قيسوا على كده أي قطعة أنت بتاخديها من عند الملواني بنفس الفينش بنفس الجودة
بنفس التفاصيل اللي احنا دايما بنأكد عليها ان هي مش هتوبر معاكي ولا هتكش ولا هتبهت. خامة باردة مش بتحر خالص يا جماعة ما شاء الله. تمام. ومقاساتنا مظبوطة زي ما بنقول، المقاس اللي يلبس من اول 75 70 هيلبس، من اول 75 هيلبس لحد 140 هيلبس لحد 140 مش 130. انا دايما باكد على الحته دي لان انا عارفه بقول ايه وبشوف الخامات وبلبس الشغل ده وعارفه يلبس لغايه كام. ما شاء الله بصوا السول الاسود بتاعها تحفه بجد، الموديل ده تحفه، عايزه اقول لكم بحبه جدا. طب ده معانا بكام؟ ب 180 صوفيا معانا النهارده ب 180 في عرض ست قطع. الموديل ده اسمه صوفيا ب 180 في عرض ست قطع. ايوه انا بقول ديت الاسعار اللي احنا بنقولها دي طول الفيديو اسعار الست قطع. احنا العروض بتاعتنا بتديني الست قطع، اقل من كده السعر بيتغير. تمام. معانا موديل رودي، ده الموديل ده انا بحبه. بصوا الشغل جاي كده من الجنب، وهنا في البلبلتين ديت تحفه ما شاء الله، والكم بتاعها نازل على راحته، والكم من الطرف هنا شغل كده داير داير شبه اللي موجود في وش العبايه، والحرف ده كده برده زي يعني رابطين بين الاثنين هنا في الكم. حلوه قوي ما شاء الله، وبرده خامتها ما شاء الله تحفه. دي 2 اكس الكشمير، دي مقاساتنا لارج 3 اكس، من لارج ل 3 اكس، واحنا الخامه بتاعتنا واحده في كل الموديلات، احنا ما بنغيرش الخامه بتاعتنا بالظبط كده. حتى الحاجات اللي بتبقى في اخر السيزون بننزل سعرها بتبقى بنفس الخامه بتاعتنا، بس احنا عاملين عليها عروض. بصوا بقى احنا من اول السيزون اصلا ما شاء الله يعني عاملين عروض، الله اكبر. بصوا المنت بتاعها حلو قوي. لا والناس اللي بتفرش محلات وبتاخد كميات للمحلات ليها عروض خاصه، يجوا ينورونا في المحل ويتصلوا بينا على الكميات الكبيره. أوه. ليها عرض خاص، ليها سعر تاني كمان. تمام. بصوا بقى المسترده بتاعها والنبيتي، الوان النبيتي تحفه في التطريز ما شاء الله على القطعه، مميزه جدا جدا جدا. من دلوقتي احنا في شهر واحد خلص، شهر اتنين جه بسرعه جاي شهر تلاتة، اللي عاجبها حاجه في عيد الام كده تلحق تاخد وتجمع لها كام عبايه عشان تدخلي عليها بكام هديه حلوه كده. الموديلات كتير والالوان موجوده دلوقتي، مش عايزين ضغطه عيد الام وتلاقي نفسك عايزه تجيبي والالوان تخلص او الموديلات، لا اختاري براحتك دلوقتي، الاشكال كتير ما شاء الله موجوده، والالوان زي ما احنا شايفين كده بجد تحفه. تمام. الارقام موجوده طول ما الفيديو شغال اسفل الشاشه، التواصل مع الما اللواني على طول. عندنا شحن للقاهره الكبرى والمحافظه. بص الكحلي، ايوه يا بسام لو سمحت. برضو رودي مقاساتنا فيها من لارج لحد 3 اكس. رودي رودي. أوه. دي اسمها رودي من لارج لحد 3 لحد اكس. 3 اكس. تمام. وسعرها 170 جنيه. احنا اسعارنا هي واحده اللي قبلتنا لغايه دلوقتي 200. لسه بس لسه يعني. بس احنا كده عندنا اسعار 170 180 وواحده قبلتنا ب 200 ولسه في شغل ورا ب 200 ولغايه دلوقتي الاسعار بجد حلوه قوي. دي ايه؟ سحر. سحر. تمام. سحر ب 200 بقى. طبعا بصوا التطريز اللي عليها عامل ازاي؟ بصوا الرقه بتاعتها والشياكه، لون العبايه ولون التطريز محترمه جدا. لو انت محتاره في ذوق حد بتجيبي له حاجه زي كده لون تطريز واحد مع لون العبايه عشان ما تحيريش نفسك كتير. بصوا العبايه الشغل بتاعها من الجنب بسم الله ما شاء الله تحفه، حلو قوي. تمام. معنا كده الاسود والمنت، المنت بتاعها خطير ما شاء الله. برده يا احمد هي من لارج لغايه 3 اكس. تمام. انا بحب اراجع المقاسات معاكم علشان نبقى متاكدين ان في كل الالوان وفي كل الموديلات موجود معانا. الله الكشمير تحفه. بصوا الله حلو قوي 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 فظيعه. ما تتسابش يا جماعه الكشمير بتاعي دي بجد حلو قوي مع لون التطريز الواحد ده، مخليها مميزه جدا حلوه ما شاء الله. دي مقاسها ايه؟ دي مقاسها 2 اكس، لسه في منها اكبر كمان جميله. بصوا من البطن للبطن عامله ازاي؟ 65 سم. 65 ما شاء الله. احنا عندنا هنا في مقاسات بتنزل على طول. بصوا النبيتي والمستردة دي لارج اول مقاس، والنبيتي تقريبا برضو لارج اول مقاس. بصوا اول مقاس عامل ازاي؟ يلبس مرتاح يا جماعه 75 مرتاح عشان نبقى متفقين. تمام. بصوا الموف والاكوا جميله ما شاء الله. تمام حلوه جدا جدا بسم الله ما شاء الله. الموديل ده معانا بكام؟ ب 200. 200 تمام. بصوا الزيتي فيها الله، والزهري بقى بصوا الزهري مع اللون التطريز الواحد برضو حلو ازاي، جميل جدا ما شاء الله. تمام. دي كده قلنا بكام؟ 200. 200 دي 200 معانا. احنا قلنا في اول الموديل اصلا دي معانا ب 200، والارقام طول ما الفيديو شغال اسفل الشاشه، التواصل مع الما اللواني على طول. ايمان. بصوا الموديل ده اسمه ايمان، بجد عايزه اقول لكم حلو قوي بسم الله ما شاء الله جميله. بصوا فيها شغل من الجنب، اللي فاتت فيها شغل من الجنب بس اللون تطريز واحد، دي بقى فيها الوان والوان، طبعا ازواق كتير بتاخدي اللي يناسبك ما شاء الله. بصوا ظهر التطريز بقى ما شاء الله تحفه حلوه قوي. وشفنا الاسود ولا كحلي. بصوا الزهري فيها جميله ازاي،
ما شاء الله جميلة جميلة جميلة. ازاي يا جماعة؟ بجد محترم قوي. ده مقاس ايه؟ ده مقاس 3 اكس. بصوا ما شاء الله، بصوا اهو من الباط، بصوا المقاس. يلبس معاكي 130، حلو قوي، مستريح، حلوة قطعة مميزة، خيمة برد على الجسم، بتلبس معانا مستريح. وزي ما احنا شايفين الكم بتاعها استك وليها الشغل هنا كده من على الايد. حلوة بسم الله ما شاء الله. تمام، دي الوانها ايه؟ الاسود الاكوا. الله، بصوا بصوا الاسود دي والاكوا، بصوا طرف الشغل مع الوان العباية، حلو قوي، جميلة ما شاء الله. احلى حاجه ان احنا عندنا 10 الوان في الموديل، يعني انت هتلاقي اللون اللي انت عايزاه هتلاقيه في اي موديل بقى موجود معانا في الفيديو. ومقاساتنا كلها موجوده ومتوفره، تجار الجمله الكميات موجوده، عايز تفرش محل كامل سنتر كامل الكميات موجوده والتشكيل موجود كمان. بصوا الالوان بجد شياكه ازاي، بجد محترمه جدا. تمام، انا عايزه اقول لكم ان في متابعه مره دخلت عدت لي كام تمام بقولها في الفيديو. بصوا كده النبيتي والكشمير تحفه ما شاء الله، جميله قوي قوي قوي. دي قلنا بكام؟ معانا ايمان برضو ب200. دي معانا ب200. تمام، زي ما احنا شايفين في اختلاف في الموديلات، في حاجات لون تطريز واحد وفي حاجات الوان تطريز، ففي اختلاف هنا، في حاجه بشداد من الجناب وفي حاجه باستك وفي حاجه بسحاب من قدام بشداد برضو. بصوا الموديلات كتير والاسعار مميزه والخامات طبعا عاليه. بصوا بقى دي جميله السنابل، بصوا السنابل، بصوا الاقوى فيها حلو ازاي، حلو قوي ما شاء الله. تمام بسم الله ما شاء الله. طبعا هنا نص ياقه اهو، والظهر متبطن عشان ما يضايقكيش، احنا خلاص في الصيف بقى. جميله قوي. وطبعا وريني يا احمد الكتف هنا، الدراع بتاعنا هنا عليه شغل زي شغل الصدر بالظبط، هنا مفرع كده على الايد، والكم استك زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله. دي كده الوانها ايه؟ الوانها هي تاني، معانا لسه عاملين منها الاكوا والنبيتي والزيتي والكشمير اهو، 10 الوان برضه. الزيتي بتاعها حلو قوي ما شاء الله، مع درجه التطريز حلو قوي. تمام، المقاسات بتاعتنا فيها من لارج لحد 3 اكس. تمام، من لارج لحد 3 اكس. اه بصوا الزهري بتاعها، وسعر السنابل معانا 170 جنيه، 170 من اول 6 قطع. الاسعار اللي احنا بنقولها طول الفيديو من اول 6 قطع. 6 قطع يا جماعه مشكلين، مش من نفس الموديل، عشان اللي يبعت يسال. 6 قطع مشكلين، مش من نفس خدي اي 6 قطع مشكلين، قطعه من دي على دي، احنا معانا 20 موديل، جمعي 6 قطع وخدي اللي انت عايزاه. تمام، الكحلي والمستردة برده، بصوا جميله ما شاء الله، حلو قوي. بصوا طرف العبايه من تحت عندك مساحه لو حبيتي تقصري معاكي. تمام، المنت والاسود، اخر حاجه معانا المنت، لون راقي جدا. لو انت عايزه تجيبي حاجه لحماتك او عموما لحد كبير شويه، فاللون ده، اللون ده على فكره بناتي كمان، بس عموما الناس الكبار الالوان دي ليهم بتبقى حلوه قوي بيحبوها. طيب قلنا كام؟ قلنا ب 170. 170، معلش يا احمد بنسى. 170 يا جماعه، والارقام طول ما الفيديو شغال اسفل الشاشه، التواصل مع الما لواني على طول. الشحن معانا بيبدا من اول 6 قطع عشان تاخدي بسعر الفيديو. مريم مريم، بصوا بصوا مريم دي ما شاء الله تحفه، ده اللون المسترد يا جماعه، برده شغلها هنا من الجناب. لا تعالي لي بقى، بصوا بصوا الشغل من الجناب عامل ازاي اهي، جميله قوي قوي ما شاء الله. وظهر الشغل اهو برده معانا، بصوا التطريز كتير ازاي ومحترم جدا. وبرده زي ما بقول لكم خليني ناحيتي اهو، تطريز الاوفر والخياطه. تمام، الكم بتاعها استك، الشغل برده جاي هنا من على الكم زي ما احنا شايفين كده، واخد من الطرف بتاع العبايه زائد السنبله اللي ماشيه في النص دي. بصوا قطعة مميزة، ألوانها جميلة، ألوانها كتير، سعر طبعا يجنن، حلوة قوي ما شاء الله. ومقاساتها حلوة، دي قلنا من لارج بقى دي 3 اكس لحد 3 اكس. اه حلوة قوي. طيب معانا الأكوا ومعانا الموف كمان، أسود والأسود والنبيتي، بسم الله ما شاء الله. تمام، طبعا كل قطعة وليها لون التطريز اللي بيليق عليها. حلوة حلوة ما شاء الله، الحاجات دي بجد يا جماعه شغل عالمي والله. اللي عايزين يجيبوا هدايا، اللي بيفرشوا محلات، العروسه اللي بتجهز، يلا كده نقنقي في الجهاز، ما تضغطيش على نفسك وتجيبي كله مره واحده. هاتي كل ما حاجه تعجبك، هاتي واختاري وشيلي، هتلاقي الدنيا بقت سهله معاكي، لان احنا عندنا بنود تانية كتير في الجهاز. فبجد دي ما شاء الله تحفه، حلوه قوي وتطريزها محترم جدا. تمام، دي كده معانا فيها الوان تاني، قلنا بكام؟ ب200. دي كده 200 معانا، وطبعا الارقام موجوده طول ما الفيديو شغال اسفل الشاشه، التواصل مع الما اللواني على طول. عندنا شحن للقاهره الكبرى والمحافظات، عندنا الشحن بيبدا من اول 6 قطع بسعر الفيديو يا جماعه. غزل ده ايه؟ غزل. بصوا غزل دي حلوه قوي، دي عامله زي زينه رمضان كده، انا بحس ان العبايه دي رمضاني قوي. بصوا الشغل تحت جميله ما شاء الله،
والكشمير. تمام. خامتنا كلها واحده في اي قطعه بنمسكها. قطن بيور ولا بيوبر ولا بيكش ولا بيبهت. بصوا جميله ما شاء الله. عايزه اقول لكم الشغل ده عامل زي ما يكون كروشيه مش مكان، عامل زي ما يكون هاند ميد. حلو قوي ما شاء الله. بصوا الموف فيها والكم بتاعها اسلك وعشان التطريز بتاعها صوف. فانت تحسي ان هو هاند ميد. بصوا الكحل بتاعها جميله ما شاء الله. تمام. برضو حاجه زي كده لو عندك حزام ممكن تحطي عليها الحزام الرفيع ده، هيليق عليها قوي ما شاء الله. تمام. مش عايزه تترجلي. مش عارفه انا مش قادره افرش. بصوا المنت فيها حلو قوي ما شاء الله. ده اول مقاس جميله قوي اللون ده فيها. كمان الزيتي برضو فيها حلو قوي. تمام. بصوا الاقوى والمستردة فيها مع الالوان اللي موجودة فيها بجد بتغير مودك، تحس ان انت لابسة حاجة كده غيرتي مودك. يعني بكام بقى الموديل ده؟ 170. حلو قوي. الخامات كلها واحدة في كل الموديلات اللي احنا عرضناها، هو اختلاف من موديل لموديل، فرق التطريز اللي بيفرق في السعر يا جماعة ما شاء الله. بصوا دي بقى برضو لون العباية ولون التطريز رزيل. شغل بجد تحفة. اسمها رزيل. أيوه. الله. بصوا الكشمير فيها هنا حلو قوي. مقاساتنا برضو لغايه 3 اكس، من لارج لحد 3 اكس. من لارج لحد 3 اكس، يعني هتلبس معانا 130 140 مرتاح. حلو قوي. تمام. أأكد تاني ان المحل عندنا فيه شتوي بس لزبون المحل، الناس اللي هتيجي تنورنا مش متاح للشحن. لاي حد يجي، مش لزبون المحل اللي هم بتاع، لاي حد يجي يدخل المحل عايز يشتري شتوي هيشتري، مش متاح للشحن، هي الفكره كده. معانا منها كمان الكحلي والمنت. بصوا الشياكه طبعا يا جماعه دي نص ياقه، خلينا نقول على الغامق هنا دي نص ياقه. تمام. وظهرها هنا متبطن عشان ما تضايقكيش وانت لابساها، وكل قطعه طبعا مكتوب عليها الملواني. تمام. معانا ايه تاني؟ الالوان الاسود والزهري ما شاء الله. تمام. حلو قوي. الحاجات دي راقيه جدا، هدايا بتجهزي انت عايزه تجيبي لنفسك، عمرها ما هتخسر معاكي لان هي خامتها حلوه قوي، مش هتعرفي تعوضي الخامه دي تاني بالسعر ده بجد ما شاء الله. بصوا الشياكه تحفه، زيتي مستردة، والشغل بتاعها جاي هنا من على الكم كده، واخد نفس الشغل اللي موجود في الصدر، والكم بتاعها استك ما شاء الله. طبعا هي ساده من تحت، لو حبيتي تقصري براحتك. اخر لونين معانا النبيتي والاكوا. بصوا الشياكه تحفه ما شاء الله. دي بكام دي معانا؟ 170. عايزه اقول لكم الاسعار لغايه دلوقتي بجد تحفه، حلوه قوي قوي ما شاء الله. الموديل اللي عليا بقى الموديل ده جديد عجبني قوي، لقطته كده يعني ما شاء الله تحفه. الزهري فيه تحفه، المنت فيه تحفه، الكشمير فيه تحفه. ايه تاني يعني، انا اتفرجت على الوان كتير قوي فيه ما شاء الله. الكم هنا استك يا جماعه، والشغل جاي هنا واخد من الشغل اللي موجود على الصدر ما شاء الله، واربع بلابل كده وساده من تحت. وبرده دي بخياطه من على الصدر، يعني تلبسي لو انت وزنك زيي تلبسي مقاس لارج. طيب نشوف بقى الالوان. كحلي. الكحلي. ايوه الكحلي. بصوا هي نص ياقه، والياقه بتاعتها مش مطرزه، ساده مختلفه، تحسيها زي الدريس. هي حلوه قوي بصراحه، والكم بتاعها ليه خياطه من هنا اللي هو الكم الفانوس. بصوا ليها تفاصيل حلوه وقطعه مميزه، شايفين الشغل ما شاء الله. جميله جميله جميله. في منها اللون الاقوى والكحلي، وانا معايا الزهري. تمام. والموف والمنت. جميله قوي دي، حلوه بسم الله ما شاء الله. دي اسمها عش النمل. عش النمل. بصوا الشغل اللي موجود، خليني هنا في الغامق، الشغل اللي موجود هنا على الصدر المربعات دي كبيره، وبعدين كل ما بتطلع فوق كل ما بتصغر، نفس الحركه موجوده هنا في الكم على فكره. بصوا حلوه قوي تفاصيلها حلوه. الزيتي. الزيتي كمان بسم الله ما شاء الله جميله. المستردة. تمام. والمستردة. الكشمير فيها حلو قوي برضو، الكشمير مع لون التطريز الواحد بحسه بيدي على اللون الموف شويه، او مش عارفه انا بقى اللي عينيا جايبه كده مش عارفه، بس هو لونه بحسه جميل قوي مع لون التطريز الواحد، ومع الالوان والوان بحس ان لونه بيفتح وبيظهر اكتر، فالكشمير لون بيتحول، لون مش مش ثابت يعني. بصوا الاسود فيها برضو حلو ازاي، جميله ما شاء الله. دي معانا بكام؟ دي معانا ب 170. 170. والله الاسعار تحفه يا جماعه، وفيها موديلات جديده واسعارها حلوه، وبنفس خاماتنا ما شاء الله، وبنفس الفينش، وكل التفاصيل اللي احنا بنقولها موجوده في كل القطع، وبسعرها المميز ده. سندس. بصوا سندس بقى تتكلم عن نفسها، مش محتاجين نتكلم عنها بصراحه. بصوا الشياكه ما شاء الله تحفه، برده الشغل هنا في الجناب. طبعا الكلام ده كمان للناس اللي اول مره يشوفونا مش متابعين فيديوهاتنا، سندس ما شاء الله موديل يعني ثابت نفسه. بصوا بقى هنا ظهر الشغل، شايفين
بسم الله ما شاء الله تحفه حلوه حلوه حلوه. معانا منه كمان الكشمير والزيتي، معانا 10 الوان في كل موديل، يعني لو بتجهز مكان انت كل الوانك موجوده كامله، كل موديلاتك موجوده معانا ما شاء الله، ومقاساتك ما شاء الله طبعا موجوده في كله من لارج لغايه 3 اكس، تلبس لحد 130 140 ما شاء الله مستريح. 120 130 ولا 140؟ 130 نسيت هنكت في الاخر. خلينا في الامام 130 كيلو. 130 تمام. بصوا الزهري والمنت برضو حلو قوي ما شاء الله. تمام. الكحلي، كحلي صح؟ كحلي. الكحلي والنبيسي برضو، النبيسي بتاعها حلو قوي مع اللون البيج، دي من الموديلات اللي هي لون تطريز واحد ولون العبايه. تمام. دي ب200 شفت بقى. بصوا دي جميله قوي ما شاء الله حلوه. طبعا الكم هنا كمان يا جماعه الاستك والشغل جاي من هنا كده، واخد الشغل اللي في العبايه، ودي واخده الحرف اللي في نص العبايه. عايز اقول لكم تفاصيلها حلوه، اللي عاملها فنان، كل شغلنا اللي عامله فنان، عامله بمزاج، عامله كده هديه لعرايسنا، هديه للمحلات، الناس اللي شغالين اونلاين. كل الموديلات دي موجوده على التليجرام، بس اسعارنا اسعار الفيديو من اول الست قطع. التشكيل كبير، الاشكال حلوه قوي، الخامات عاليه جدا. احنا موجودين في كرداسه الشارع السياحي الملواني، واوعدكم ان شاء الله انا هصور لكم من بره من المكان، بس اكون جايه بدري شويه بالنهار عشان المكان يظهر، عشان ناس كتير طلبوا سامحوني، وهتابع تعليقاتكم كلها الفتره اللي جايه. خلاص خلصنا امتحانات وفضينا لبعض بقى، وتابعوني في كل الفيديوهات اللي جايه. وانا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.